أبو وليد أحد ضحايا شبكة ابتزاز تتربص كبار السن لإيقاع أحدهم ضحية بعد استلامه راتبه التقاعدي من خلال تعقبه، ثم يلقي أحد أفراد العصابة نفسه أمام العجلة متعمدا لابتزازه. القصة الكاملة على لسانه ولسان أهالي الأعظمية. دعمش ماكو 20، اثنين واقفين طلعوا من دور الضباط مال القاهرة. فت من يوم وشو سمع ضربة على المراية مالتي، وواحد شال ايده شال ايده اليمنى، وانا جاية من اليسرى، يعني معناها هو بتخصص ضربة بيدي اليمنى ضرب المراية، وهم دز وراي سيارة. وهذا صارت عندنا حالة هنا بالضبط، استلم من الكي كارت يمكن بشارع عمر، نهاية شارع عمر، تربصوا له هنا، نزلوا له شمروا عليه واحد ضربه بالمراية، كسر المراية مال السيارة. الرجال هذا شايب طلع ما يدري، يعني عباله فشين ضرب بسيارته، لان ما دعم احد، يدعموه من الصفحه مال السياره. طلع راح واحد لحقه جابه واجه، اخذوا الفلوس اللي استلمها من المكاتب مال الكيكر. هاي السياره بالاعظميه مختار بدون ارقام، ومسوي لهم واحد رجال شايب يقعد على اساس ابو سياره يطقها وياخذون من عنده فلوس وفصل، وهاي صار لهم تقريبا شهر على هر النهايه. هذه الحالة ليست الأولى في الأعظمية، فقد تكررت كثيرا في الآونة الأخيرة في وقت يطالب أهالي الأعظمية وضواحيها باعتقال هذه العصابة وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، فضلا عن مطالبة رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية بالتعاون مع المواطنين لتشكيل لجان لكشف الحقائق قبل إلقاء القبض على الضحية وجره إلى مراكز الشرطة وتوقيفه أو ما يعرف محليا بالقعدة العشائرية. نطالب من وزير الداخلية ونطالب من مجلس القضاء الأعلى زين بوضع حد لهاي العمليات الابتزاز اللي قاعد تصير. صار أكثر من 5 حالات تكررت بالأعظمية، أنه مثلا تجي سيارة تشمر أشخاص، مثلا قاعد سيارة تمشي يشمر روحها قدامها، وهاي مبينة بالكاميرات، وأكثر من بيج من الأعظمية أنه قاعد ويشارها. اليوم اللي يتخوف من عنده أنه قاعد ذاك يقوم عليه دعوة ويجروهم الى مراكز الشرطه زين، والتوقيف وراها صار فصل عشائري في سبيل ابتزازهم. نطالب رئيس مجلس القضاء الاعلى والقوات الامنيه تشكيل لجان القضاء على هذا مثل هذا الابتزاز، هذا بده يصير، هذا ضحيته المواطن. وتعتبر هذه الحيله مصدر رزق للبعض، مستغلين حاله الذعر والخوف لدى بعض اصحاب السيارات من خلال لومهم بالاتفاق مع بعض الاشخاص للوم صاحب العجله بعد الحادث مباشره، خصوصا ان اغلب السائقين في هذه الحاله يفضلون انهاء الامر مباشره باعطاء الضحيه المال عوضا عن التوجه الى المستشفى والشرطه لتحرير شكوى. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوج الفضائي.